اتي باسك شورتس تيتشر، هيقولها لنا دكتور بروفيسور خالد الخشاب. اتفضل حضرتك. السلام عليكم، ازاي حضراتكم جميعا؟ طبعا انا عارف ان احنا دلوقتي في اخر اليوم، فهحاول قدر الامكان ان انا افوكس على المسجز اللي احنا عايزين نقولها. بادئا ذا بدء طبعا بشكر وببارك لاساتذتي استاذه دكتوره غاده الصغير، استاذه دكتوره غاده الخطيب، استاذي حبيبي استاذ دكتور خالد يوسف على نجاح المؤتمر، وبشكرهم على الدعوه الكريمه لوجودي وسط اساتذتي وزملائي الكرام. اتشرف ان انا اتكلم النهارده كمان بعد استاذتي استاذه دكتوره بسمه عبد المعز، يعني احد قامات الغدد والسكر في الاطفال، واللي كنا ولا زلنا بنتعلم منها طبعا. هتكلم النهارده في موضوع شائك شويه، وهو حاجه اسمها ايديوباثيك شورت ستيتشر. خلينا نتفق ان الشورت ستيتشر هو هاسل كبير جدا عند كل اب وكل ام. يعني كل اب بيقعد يبص على اولاده، لا انا حاسس ان هم قصيرين، لا انا مش عارف، الام بتقارنهم دايما باولاد خالتهم، لا ده هو اطول، لا ده هو اقصر، لا ده دخل في البيوبرتي، لا ما دخلش في البيوبرتي. الاطفال نفسهم بيقارنوا نفسهم ببعض في البيت الواحد وفي المدرسه الواحده. ومش بس كده، ده ممكن كمان يتنمروا على بعض. البولينج ابتدى يبقى حاجه ميجر بروبلم موجوده عندنا هنا في مصر، خصوصا مع الحاجات اللي هي زي الشورت ستيتشر. عشان كده اتس ريل بروبلم. لكن قبل ما افكر اي شود كونسيدر ان مش كل شورت ستيتشر ايكوالز جروث هرمون ديفيشنسي. مش كل طفل قصير المفروض ان هو ياخد جروث هرمون. طب قبل ما اقول كده، ايه اسباب الشورت ستيتشر ان جنرال؟ لازم الطفل، قبل ما اقول ان هو شورت وخلاص، لازم اشوف هل هو اساسا بروبورشنت ولا ديسبروبورشنت. يعني ايه؟ اشوف الابر سيجمنت واللور سيجمنت. لو هو ديسبروبورشنت شورت ستيتشر، افكر في الحاجات السكيلتال، سواء انا بتكلم عن الحاجات اللي وذ شورت ليمز زي الايكوندروبليزيا، او الحاجات اللي هي فيها شورت ترانك زي الام بي اس او ميوكوبوليساكاريدوسيس. لا، هو بروبورشنت. طب البروبورشنت شورت ستيتشر يا اما حاجات فيسيولوجيكال which is more common زي الفاميليال شورت ستيتشر او الكونستيتيوشنال ديلي اوف جروث اند بيوبرتي، او عندنا بعض الحاجات الباثولوجيكال. طب انا فكرت ان في عندنا باثولوجي، هل الباثولوجي ده ابتدى بري نيتال؟ هل هو حاجه انتريتراين ولا حاجه بوست نيتال؟ بوست نيتال اشهر الحاجات اللي بنشوفها ممكن تكون نيوتريشنال، ممكن تكون كرونيك سيستميك النسز، ممكن يكون الطفل ده عنده حاجه هرمونال بروبلم زي ما قلنا الجروث هرمون ديفيشنسي والهايبوثايروديزم والحاجات اللي زي كده. احيانا ممكن يكون سايكولوجيكال. اخر حاجه هقولها ايه؟ الايديوباثيك شورت ستيتشر. يبقى الايديوباثيك شورت ستيتشر هو اخر حاجه اتكلم فيها افتر اكسكلوجن لكل القايمه اللي موجوده معانا دي. طيب يبقى احنا الاول بنشوف الديسبروبورشنت، وبعد كده البروبورشنت، بعد كده نشوف الاسباب الباثولوجيكال. الاب في الدكتور في العياده بيبقى عامل زي وكيل النيابه، ماسك الام هاري اسئله. لو ما عملش كده، لو انت كدكتور ما عملتش كده، عمرك ما هتوصل للاجابات. ليه؟ هيستوري ثم هيستوري ثم هيستوري. نص الاجابه ويمكن اكتر منها بتبان من الهيستوري. الطفل ده هل هو، وده اللي هنقوله دلوقتي، انا المفروض ان ده الكولم بتاع الهيستوري. الطفل ده وزنه قد ايه عند الولاده؟ الطفل ده دخل حضانه ولا ما دخلش حضانه؟ دخل مستشفيات قبل كده؟ عنده كرونيك إلنس؟ بياخد ميديكيشنز؟ هل الميديكيشنز دي فيها ستيرويدز؟ كل الحاجات دي هي ممكن تكشف لي اذا كان الطفل ده سبب الشورت ستيتشر بتاعه حاجه من حاجات الهيستوري ولا لا. طبعا احنا نعمل الاكزام بشكل كويس ونحط على جروث تشارت ونشوف اذا كان الطفل ده بروبورشنت ولا ديسبروبورشنت. كل الحاجات دي هتعملها قبل ما حتى تبتدي تعمل الجنرال اكزام. طب هل في ابنورمال فيشيال فيتشرز؟ هل في مشكله في الموتور او المينتال ديفلوبمنت؟ هل بقيه السيستمز كويسه؟ كم مره يبقى طفل عنده مشكله شورت ستيتشر تيجي تحط السماعه تلاقي هارت ميرمر؟ كم مره تيجي تشوف الطفل عنده شورت ستيتشر تمد ايدك تلاقي في عنده هيباتوميجالي؟ يبقى ممكن تكون المشكله بعيدا عن الهرمونات وبعيدا عن الجروث هرمون. ولا ننسى ان احنا نعمل بيوبيرتال اسيسمنت. بعد ما اعمل الكلام ده كله،
ابتدي ان انا اسحب الانفستيجيشنز بتاعتي، مش هطول فيها، دي حاجات جنرال انفستيجيشنز، سي بي سي واي اس ار وكيدني وليفر، الكترولايتس وفيتامين دي وثايرويد وسيليك، اند اول اوف ذيس انفستيجيشنز شود بي بيرفورمد، لان ساعات المانيفستيشنز ممكن ما تكونش باينه بالنسبه لنا. هنعمل بون ايج بلس ماينس كاريوتايبنج لكل شورت فيميل، وفي الاخر خالص جروث هرمون بروفوكيشن تيست. اوعى يكون اول حاجه تعملها تعمل الجروث هرمون بروفوكيشن تيست. انا كده استعرضت سريعا ازاي بنفكر وبنبص على الحالات اللي عندهم شورت ستيتشر. دي الاف دي اي انديكيشنز بتاعه الجروث هرمون، هو مش بس بيتاخد للحالات بتاعه جروث هرمون ديفيشنسي، لكن له اذر انديكيشنز. لكن الاهم من ان له اذر انديكيشنز ان كل انديكيشن ليه دوز مختلفه في الجروث هرمون، عشان كده محدش يفتكر ان ايه ده شورت خلاص انا هدي جروث هرمون وكده كده هيطول. لا، هو انت لازم تحسب الدوز على حسب الانديكيشن، عشان كده انت لازم تشخص قبل ما تكتب الجروث هرمون. تعالوا نتكلم على البنوته دي، عندها 10 سنين، جودي جات العياده، قسنا الطول بتاعها، الطول بتاعها شي از شورت بلو ثيرد سنتايل على ماينس 2.6 ستاندرد ديفيشن، والويت بتاعها كمان قليل. البنت دي هنعدي على الهيستوري، مفيش عندي اي ابنورماليتي في الهيستوري، ولا في البيرث ويت، ولا في النيكيو ادميشن، ولا عندها اي حاجه كرونيك. طب والاكزامينيشن؟ شي از بروبورشنت شورت ستيتشر وما عندهاش اي ابنورماليتي في الاكزامينيشن، والانفستيجيشنز بتاعتها كلها نورمال. طيب انا بعد كل ده هعمل ايه؟ هنعمل البون ايج. عملنا البون ايج طالع 9 سنين سلايتلي ديليد والكاريوتايبنج 46XX. هنعمل ايه دلوقتي؟ جروث هرمون بروفوكيشن تيست طلع نورمال، يبقى البنت دي ما عندهاش جروث هرمون ديفيشنسي وكل حاجه طالعه بالنسبه لها نورمال. طيب تفتكروا ممكن نعمل ايه بعد كده؟ البنت دي شخصناها ايديوباثيك شورت ستيتشر، والايديوباثيك شورت ستيتشر له جروث هرمون، اتس انديكيتد اف دي اي ابروفد انديكيشن. امتى بشخص بقى الايديوباثيك شورت ستيتشر؟ لو كان الطفل ده الهايت بتاعه اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن، اقل من النورمال للايج والسكس والبوبيليشن، with no evidence من اي مشكله تانية سواء كانت سيستميك ولا اندوكراين ولا نيوتريشنال، ولا عندها اي ابنورمال كروموسومز، يبقى ساعتها اقول ان الطفل ده عنده ايديوباثيك شورت ستيتشر. ده الكونسنسس بيقول كده. الاطفال اللي عندهم ايديوباثيك شورت ستيتشر اف دي اي ابروفد ان هو ياخد جروث هرمون، ولكن الدوز بتاعه الجروث هرمون بتاعتهم اعلى من الانديكيشن بتاع الجروث هرمون ديفيشنسي. عشان كده ساعات في ناس بيبتدوا جروث هرمون، او اطباء يعني بيبتدوا جروث هرمون للاطفال على اساس ان هو بيعتبروا ان هو عنده جروث هرمون ديفيشنسي with no response، لان هو من الاول خالص ما ابتداش الدوز بتاعته مظبوطه، ولقوا ان الاطفال دي لما بتاخد الجروث هرمون بيبقى with duration من 4 لـ7 سنين بيفرق معاهم في الفاينل ادلت هايت. ولكن زي ما الكونسنسس قال ان هم انديكيتد ياخدوا جروث هرمون، شوفوا المفاجاه بقى، قال لك بس الكيسز دي شود بي ديسكاست كيس باي كيس. هو ما قالش ان كل الحالات الايديوباثيك تاخد جروث هرمون، ده هناك في امريكا. طب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان احيانا لما نبقى مثلا في عندنا حالات في التامين الصحي، هو ابروفد، بس وي شود ديسكاس، هو قال ان مفيش واحد لوحده قدر الامكان ياخد الديسيجن ده، لان الايديوباثيك شورت ستيتشر في حاجات كتير ممكن تبقى ميزد في الدايجنوزز، وما يبقاش هو فعلا عنده ايديوباثيك، او ما يبقاش الدايجنوزز بتاعه ايديوباثيك شورت ستيتشر، لدرجه ان هم هيزيتيتد ان هم يقولوا ان كل طفل ياخد جروث هرمون. ده بيقولوا ان هم سلايتلي حتى اجينس، فهم قالوا ان اي طفل هيشخصوه كده لازم يبقى فيه كوميتي عشان يقولوا اذا كان هو انديكيتد ياخد جروث هرمون ولا لا. دي انواع جروث هرمون اللي موجوده عندنا في مصر. هقول كلمه صغيره على السمول فور جستيشنال ايج، ليه؟ لان هو ابتدى بعض الاوثرز بيعتبروا ان الاطفال اللي مولودين اس جي اي هو جزء من الايديوباثيك شورت ستيتشر. طب مين هم الاس جي اي؟ هم الاطفال اللي بيتولدوا اقل من الطول والوزن الطبيعي بالنسبه للعمر الرحم بتاعهم، بالنسبه للجستيشنال ايج. الاطفال دول المفروض ان هم يحصل لهم نورمالي كاتش اب عند سن سنتين، 90% منهم بيحصل لهم كاتش اب عند سن سنتين.
طب مين فيهم اللي ممكن يدي جروث هرمون؟ لان هو انديكيشن ان احنا ممكن ندي الاطفال اللي with SGA جروث هرمون. مين هم اللي بيفضلوا بيرزيستنت لحد 3 أو 4 سنين مش ريتشنج الهايت بتاعهم within النورمال رينج، ولازم اتاكد ان ما يكونش عندهم كروموسوم الاب نورماليتي، لان في بعض الامراض اللي هم عندهم حاجه اسمها كروموسوم البريكج، هم تحت الاس جي اي، ولكن الكروموسوم البريكج لو اديته جروث هرمون زي البلوم سندروم ممكن يبقى بري كانسرس بالنسبه لهم. هنحط في الاعتبار زي ما الايديوباثيك الدوز بتاعته عاليه، زي ما الاطفال with SGA الدوز بتاعتهم عاليه. طبعا احيانا لان الاس جي اي تشيلدرن ممكن يدخلوا في بيوبرتي ايرلي، فساعات ممكن يدوهم، الكونسنسس بيقول ممكن ندي جي ان ار اتش انالوجز عشان تسبريس البيوبرتي، ودي الجروث هرمون عشان احسن البوتنشالز بتاعتهم. الاف دي اي ابروفد ان هم ياخدوا الاطفال with SGA with دوز اعلى، والإما كمان في اليوروبيان، ولكن with دوز اقل من اللي كاتباها الاف دي اي. الهوم مسجز بتاعتنا النهارده بالنسبه للاطفال الايديوباثيك اللي ممكن يكون جزء منهم الاس جي اي، ان الايديوباثيك شورت ستيتشر از ان امبورتنت كوز اوف جروث فيلير في التشيلدرن. دي رقم واحد. رقم اثنين، ان الايديوباثيك امتى بشخصه؟ لو هو اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بالنسبه للسكس والايج والبوبيليشن، في عدم وجود اي اسباب اخرى، وان الاف دي اي ابروفد ان هم ياخدوا الجروث هرمون with دوز اعلى من الدوز العاديه. الاس جي اي بقى هو برضو احد الاسباب المهمه، اكتر من 90% من الاطفال الاس جي اي كان كاتش اب من غير ما ياخدوا تريتمنت، ولكن ممكن الجروث هرمون كان بي كونسيدر ان ذيس تشيلدرن. في عندنا مقوله بيقولها جون ماكسويل، بيقول التشينج از انفيتابل، التغيير هيحصل ولكن الجروث is optional and our goal is to push this growth and thank you.